السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المعروف طبعا ان اهم خطوة من خطوات العلاج هي انك تعرف تشخص المرض كويس. فاذا شخصت المرض طبيعي جدا انت هتعرف تلاقي له العلاج بتاعه. فما ينفعش مثلا مريض بالقلب تعطيه دواء كحة، او مريض بالسرطان عافانا الله واياكم تعطيه دواء للفشل الكلوي، ما ينفعش. اعرف المرض الاول وشخص المرض صح، بعد كده هتقدر توصف الدواء الصحيح. طيب الكلام ده أنا بقوله بسبب الحالة اللي بتحصل دلوقتي لإخواننا الفلسطينيين، وأنا بقول إخواننا الفلسطينيين المستضعفين المساكين اللي هم يعيني لا ناقة لهم ولا جمل إلا إنهم وقعوا في براثن عدوين. العدو الأول الكيان الصهيوني طبعا، أعاذنا الله وإياكم من شره وأراحنا الله عز وجل منهم. العدو الثاني هو حماس. خطر حماس يمكن لا يقل على إخواننا الفلسطينيين عن خطر اليهود. ليه؟ لأن أنت النهاردة، معلش خلينا نتكلم كلام منطقي كلام عاقل، أنت النهاردة يا أخي غير قادر على مواجهة هذا الكيان بعتاده كله. النهاردة الكيان ده معاه عدة ومعاه عتاد ومعاه دعم عالمي، معاه دعم أمريكي ومعاه دعم أوروبي ومعاه دعم من حلف الشمال الأطلسي، يعني معاه دعم يا أخي. حتى الدول اللي بتنسب نفسها للإسلام زي تركيا في الظاهر يطلع أردوغان يجعجع ويقول شعارات ويلبس الكوفية الفلسطينية ويغني الأغاني الفلسطينية، وفي السر بتلاقي تركيا بتدعم هذا الكيان، وشفنا الفيديوهات الدالة على كده. لأنه هو ما يقدرش إلا أنه يعمل كده، لأن أردوغان عضو في حلف الناتو، فهو بينفذ الأوامر اللي بتأتيه. فعلشان ندخل في الموضوع كويس قوي، النغمة اللي ماشية اليومين دول يقول لك حماس انتصرت. حماس انتصرت على مين؟ وانتصرت فين؟ وانتصرت إمتى؟ طب الانتصار ده بيقاس بإيه؟ يعني إيه هي ملامح الانتصار ده؟ أنا لما يكون عندي بنية تحتية انتهت، مش هقول بنية تحتية مدمرة، لا، دي بنية تحتية انتهت خالص، ولما يكون عندي حوالي 16,000 شهيد نحسبهم عند الله كذلك من الشهداء، ولما يكون عندي عشرات الآلاف تخطى العدد يمكن 40,000 أو 50,000 من المصابين، من بينهم حالات خطيرة جدا، إذن أين النصر؟ يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام عمل معاهدات مع اليهود في وقت ما، يعني في وقت من الأوقات النبي صلى الله عليه وسلم عمل معاهدات مع المشركين وعمل معاهدات مع اليهود. ومعاهدته الشهيرة مع المشركين كان من بينها بعض الشروط اللي تراءى لبعض الصحابة ان هذه الشروط مجحفة، وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان رد على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى. يمكن كان من بين الشروط دي إن لو أحد الكفار أو أحد المشركين جاء إلى المسلمين ليسلم كان يرده النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلى الكفار. شايفين الشرط ده قد يبدو إليك إن الشرط ده مجحف، إن الشرط ده فيه ظلم فيه تعدي، على الأقل عند الناس اللي هم بيقولوا حرية العقيدة حرية العقيدة، ف الشرط ده منع اللي داخل ده من حرية العقيدة اللي داخل للإسلام، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بذلك. النهاردة لما تيجي تتكلم عن أمور زي كده وتستدل بآيات الله سبحانه وتعالى وتقول لهؤلاء، يقول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، يقولوا ده انت خانع، يقولوا ده انت ذليل، يقولوا ده انت متصهين عربي، يقولوا ده انت ضعيف، لا بارك الله في الضعف وهذا الكلام. طب هل النبي صلى الله عليه وسلم حينما أقدم على هذه الخطوة كان ضعيفا يا أيها الجبناء يا أيها الكذابين؟ فما هي ملامح هذا النصر؟ بتتغنوا بالنصر، بتتغنوا بالجهاد. طيب هل يعلم أحد منكم ما هي ضوابط وما هي شروط الجهاد من الأصل؟ علشان تطلع تتكلم انت عارف يعني ايه جهاد؟ انت عارف يعني ايه ضوابط الجهاد؟ انت عارف يعني ايه شروط الجهاد؟ طيب النهاردة الدولتين اللي انتوا كنتوا مستندين عليهم اللي هم تركيا وإيران تخلوا عنكم ليه؟ علشان مصالحهم، لان الدول بتقيس بالمصالح. النهاردة يعني إيران وتركيا
لما يطلعوا يتكلموا وهنعمل وهنسوي في اليهود والكيان بيظلم والكيان مش عارف ايه في مصالحة في وقت معين، لكن عند الجد وقت الجد وقت ما يجد الجد مش هتلاقي، وهتلاقي نفسك الدول اللي انت بتتهمها انها مقصرة في حق الفلسطينيين وفي حق القضية الفلسطينية هي اكتر دول دعمت هذه القضية، دعمتها لوجستيا ودعمتها معنويا ودعمتها ماديا بكل شيء. الدول التانية دي عملت ايه؟ ولا حاجة. يعني الدول التانية وما تفرع عنها بقى، يعني مثلا عندك ايران بالجماعات الموالية ليها، يعني الحوثي عمل ايه؟ الحوثي عمل عمليتين في البحر الاحمر، عملية خطف، المقصود بالكلام ده اصلا هو التأثير على مضيق باب المندب. ليه؟ علشان يأثر على مصر، علشان برضو يدخل مصر في مشكلة. المشكلة مش هنا بقى، المشكلة ان في بعض الموتورين، بعض المعتيه، بعض السفهاء والجهال اللي هم واخدين الدنيا كده بالصدر، هو ماشي كده واخدها عافية، يعني يطلع يقول لك اللي بيتمنوا هزيمة حماس دول معرفش خونة ودول معرفش ايه. يا جاهل يا جاهل، فلسطين مش حماس، تعاطفنا كله مع هؤلاء المساكين اللي حماس ضيعتهم، ومين على وجه الارض يتمنى لاخواننا الفلسطينيين نصرهم الله على هذا الكيان؟ مين يتمنى ليهم الهزيمة؟ مين يتمنى ليهم الإبادة اللي بتحصل ليهم دلوقتي؟ اللي بيحصل ده عبارة عن إبادة جماعية. إخواننا الفلسطينيين يعني اللي بيحصل لهم فوق طاقتهم. طيب حماس في وقت زي كده المفروض تعمل إيه؟ المفروض تستجيب لنداءات العقل، تستجيب لأصوات العقل، تستجيب لدولة زي مصر، تشوف مصر بتعمل إيه؟ يستشيروهم، لأن الإدارة المصرية والخبرات المصرية في هذه الأمور هم أعلم بهذه الأمور. مش تروح النهاردة أنت لسه يدوب واخد هدنة يومين أو ثلاث أيام وبعدين تروح تعمل عملية مش عارف إيه، وبعدين تطلع تقول ده احنا أثرنا كم مش عارف إيه. يا أخي الدم المسلم غالي، الدم المسلم غالي، يعني لهدم الكعبة أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم بغير وجه حق. هل إخواننا الفلسطينيين اللي بتراق دماؤهم هذه الدماء تراق بوجه حق؟ المسكين قاعد في بيته لا حول له ولا قوة، يفاجأ بالقذيفة تهدله بيته، تقتل أولاده، تقتل زوجته، تقتل أبوه، تقتل أمه. طيب إيه ذنب هؤلاء غير إنهم بس بيدفعوا ضريبة أفعال بتعملها حركة حماس؟ لازم نكون عقلاء شوية. وخلينا نراجع كده تاريخ هذه الحركات اللي انبثقت عن جماعة الإخوان منذ بدء هذه الحركات. تنظيم القاعدة على سبيل المثال، أسامة بن لادن عمل إيه؟ ما هي الفائدة التي عادت على المسلمين وعلى العرب من تنظيم القاعدة؟ أسامة بن لادن ما الذي ربحه أسامة بن لادن؟ أيمن الظواهري كسب إيه؟ التنظيم بتاعه عمل إيه؟ إيه الفتوحات اللي عملها التنظيم ده؟ وقيس بقى كل التنظيمات. جبهة النصرة اللي في سوريا حصل عملت ايه؟ كانت سبب من احد الاسباب اللي اتدمرت بسببها سوريا، صح ولا الكلام ده احنا بنقول كلام ما حصلش؟ طيب هات لي بقى كل الجماعات، قيس لي بقى كل الجماعات. الجيش السوري الحر، كل يا اخوانا ما بعد عن الجيوش النظامية او عن الادارة الرسمية هتلاقيها جماعات ضلة. العجيب ان في دول بتدعم هذه الجماعات الضلة. قطر دعمت مين؟ تركيا دعمت مين؟ ايران دعمت مين؟ لكن في المقابل مصر بتدعم مين؟ بتدعم الجيوش النظامية، بتدعم الدول بشكل رسمي. السعودية بتدعم مين؟ نفس الحال. الامارات بتدعم مين؟ نفس الحال. طيب يجي بعد ده كله يطلع لي واحد بجح 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 يعني ويقول ان حماس منتصرة ومن يتكلمون في حماس هؤلاء متصهينين عرب. يا اخي والله انت اللي متصهين، يا اخي والله انت اللي جاهل. انا على سبيل المثال انا هضرب مثال بنفسي، انا رجل صاحب منهج واعلم خطر حماس واحذر من حماس واحذر من جماعة الاخوان في كل الاوقات علشان الناس تكون عارفة، لان ده منهج. طيب انا ايه اللي انا بقدر اعمله لاخواننا الفلسطينيين؟ اولا انا ام الناس بفضل الله في صلاة الفجر،
أنا يوميا، لأن أنا في نوازل هذه الأيام، يعني ما يصيب إخواننا نازلة من النوازل ولا شك، فأنا أقنط يوميا في صلاة الفجر وأدعو على اليهود في صلاة الفجر، هذه واحدة. الأمر الثاني، ما أستطيعه بفضل الله أتبرع به لمساعدة إخواننا الفلسطينيين عن طريق الهلال الأحمر المصري أو عن طريق صندوق تحيا مصر، ودول جهتين رسميتين بنتبرع من خلالهم، مش للجماعات الإخوانية بقى أو للجمعيات الإخوانجية. رقم ثلاثة، لو أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقتال يبقى ده جهاد، أنا هكون في مقدمة الصفوف. أنت بقى يا أهواجي اللي قاعد على القهوة تحشش وتشرب سجاير طول اليوم وبتمسك الفيسبوك وعمال تكتب وبتمسك تويتر وبتكتب وبتقول حماس وانتصرت والصهاينة العرب و أنت عملت إيه؟ ولا حاجة يا إخوان، الناس دي عايشة على الكلام، الناس دي عايشة على الجعجعة، على الشعارات الفارغة. احنا عايزين نكون واقعيين، احنا عايزين نكون واقعيين. واقعيتنا اننا نكون خلف حكامنا وخلف دولنا، نشوف بلادنا واخدة اي اتجاه احنا معاها، بلادنا وقادتنا عاملين ايه احنا مع هؤلاء القادة. حماس انتصرت؟ لا، حماس ما انتصرتش، حماس انتصرت على الفلسطينيين، يعني ان صح القول حماس انتصرت على الفلسطينيين، دمرتهم. إخواننا الفلسطينيين بيقتلوا بدون وجه حق. لازم تكون عارف الحقيقة دي علشان محدش يضحك عليك وعلشان محدش يغيب عقلك، ونتقي الله جميعا في أنفسنا، وندعو الله عز وجل لإخواننا في كل وقت أن ينصرهم الله على عدونا وعلى عدوهم. ربنا يحفظ بلادنا كلها من كل شر ويوفق حكامنا لما فيه الخير ولما فيه مصالح البلاد والعباد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.